أكيد القضية ديال السيد إلياس المالكي يتتبعها الكبير والصغير المغرب من المحبين دياله وحتى من غير المحبين، هي قضية موضوعها يشغل رأي البال، يشغل بال رأي العام الوطني. اليوم تقرر تأخير الملف للاطلاع على شكاية جديدة تم إضافتها إلى الملف. ربما طرف آخر كان في فيديو معين هو الذي تقدم اليوم بشكاية وتم ضمها إلى الملف، وهذا يؤثر على مسار القضية باعتبار أنه هناك تنازلات من جميع الأطراف، ولكن تم تأخير الملف للاطلاع على هذه الشكاية، وتقدمنا كدفاع بملتمس من جديد يرمي إلى تمتيعه بالصلاح المؤقت، والمحكمة لها السلطة التقديرية في تمتيعه بذلك، ولها كذلك السلطة في أن ترفض الطلب، ولكن نحن ثقتنا كبيرة في العدالة المغربية. نحن في بلد فيها ملك لا يظلم عنده أحد، وأكيد سيجعل الله لإلياس مخرجا وفرجا مما هو فيه. واش نقول لك يا أخي، هو الصلاح المؤقت هو مكنة متاحة أمام جميع الجهات، أمام سيد قاضي التحقيق، أمام سيد وكيل الملك في التقديم، أمام الهيئة القضائية. قدمناه للمرة الثانية صلاح الموقات، وبالنسبة لنا في إطار القانون نحن ملزمون ببذل العناية. أنا عوض أن أستشف رأي محكمة، وهذا ما دخلش في المهام ديال الدفاع، مشغوليش. أنا أقول أن صلاح الموقات المقدم لجلسة يومه فيه مضافات، المضافات هي التنازلات التي أدلي بها. هذه التنازلات كتخفف لنا من درجة خطورة الأفعال، لأن الاعتقال كيكون مرهون بجوج حوايج، خطورة الأفعال وعدم الضمانات. نحن قلنا للمحكمة اليوم على أنه الأفعال هي مبدئيا نراها غير خطيرة، ولكن الآن بعقب التنازلات أصبحت أقل حجما، وأعتقد بأنه يستحق صلاح الموقت لتنازل جميع الضحايا باستثناء المضاف المستجد، هي الشكاية التي قدمت يومه وأودي بها في الجلسة. مطلوبا مني أن أستقرئ النوايا في إطار الدفاع. أنا أتعامل مع الدليل والحجة. رأيت اليوم شكاية مقدمة لجلسة يومي، شكاية واحدة، وفرحت برؤية مجموعة من التنازلات، وإن قسنا الفعلين فإنه يظهر بأن التوجه رامي إلى رحمتي والتفاعل بإيجابية مع السيد إلياس، كما أقول دائما لشخصه ولطبيعة قضيته. تواصلي مع إلياس قد أقول لك بأنه في إطار الدفاع عليه، عدا ذلك لحد السابق ما درتش ليه الزيارة في الحبس. المسألة كانت مشاهدة وماشي ربما تقييم الإغماء من عدم، مسألة طبية، ولكن بدا قبيله بأنه كان عليه أثر ديال ضرر معين. تسيروا لنفسه نسولوا إلياس. أولا لا أملك حق تقييم تصرفات الشباب، لأن الأمر لا يلج لي. وثانيا أنا أقول بأن المجتمع المغربي من خصائصه أنه مجتمع متحرك، والشباب قوة بغض النظر عن بعض الأخطاء اللي كتكون، وهي من خصائص الطبيعة البشرية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.